ابقى ارحب يا شيخ تستاهل. شوف عاد النار كان يسجنكم غرذه شكلي بتخذ قرذه بس انا ما بحرق كروتي الحين مبدايه يا ابو ذا اسمع سالفتي يا ابو ذا كل ذا امس ما كنت جالس انا وياك نتكي سولف قبل البث جالسين وياك وحاتم وانا ارقد وانت كنت جنبي الجهه اليسار صح؟ والجهه اليمين ما كان فيها احد حلو؟ عند اشين واحد العالم اسمع سيرجيس شيخ لا تقطع سالفته لو سمحت يا شيخ عندي مطالبه عندي مطالبه آه. نوف الاكربي لا جاي شخص ما يقول زايد كيف لا تقول زايد كيف خلاص طيب كيف لا تقول بوي اسمع هذا اللي ما يقول بوي خلاص يا ولد زايد وانا يودي. انا انسان طبيعي وانا راقد اسمع انا راقد انا طبيعي اذا قمت لازم اشوف الساعه كم انا ارقد على الجهه دائما اليمين بس اني راقد كنت راقد وانا اقوم يا رجال على منظر يا رجال اقسم بالله العلي العظيم انت بجيت الحين تحاول ترقد تغمض ولا تفتح عيونك تغمض صح واحده واحده لا يا رجل عاد ناقي غريب فاتح عيونه هو عيون هذا كبره ما شاء الله تبارك الله يعاين فيني زي كذا والله اللي قال زي كذا والله انه والله انه نفس عيونه حتى هو راقد يا رجل قال كذا ما يرمش نفس السمكه يرقد هو عيون باته انا قمت زي كذا فيه خفت انا بالعاده ما ارقد على الجهه اليمين رقدت على الجهه اليسار نقول خوف منه ما شاء الله عليه عيونه كبار لا عادل احنا جيت سولف ما صار بك اللي صار بي انا قلت الحاتم الشاب يروع هو اللي جاي يسولف معك ولد كذا عيونه اذكروا عليه وش اذكروا عليه على عيونه وش هذا عادل هذا نوف مصطفى ما شاء الله عندنا محرمين ما تقول بسم الله ما شاء الله هذا سالفه نفس سالفه خالد خوف لا ما بقول من بدايته قال لا انا قاعد افتقد احوال الرعيه افتقد بيجي معاك يا شيخ لا تكوا خمسه خلوكم خمسه رجي ما قال لكم زايد يجي واحد زياده مسموح تطرد خلاص سالفه اطردوا